طيب روقوا شوي، سمعوني كمان مرة قد ايه بتحبوا لعدنان. لعدنان كمان انت لك حصة اليوم بالمفاجأة اللي محضرينها لكل مشترك، نفس المفاجأة واللي هي عبارة عن رسالة رح يوجهوا لك اياها ابوك وامك. خلينا نسمع هالرسالة بهالتقرير. عدنان انا يا بابا بحييك بنوالك التقدم للمحل الاخير، واحنا بنشجعك على هاي الاشياء الحلوة والاغاني الحلوة اللي قدمتها. يما يا عدنان الله يوفقك، انت وصلت مكاني الحمد لله كتار اللي بيحلموا فيها، وبتأمل انك توصل بحال وصلت الحمد لله، وبحال ما وصلتش احنا وصلنا للي بدنا لمرتبة منين نحسد عليها، الحمد لله رب العالمين. ونتمنى لك النجاح واحنا قدامك، ولو طلعت ولو نزلت انت نلت المنى اللي بدك اياه، وعلى الله الاتكال وعلى الله التوفيق. عدنان بعد اللي سمعته من أهلك شو بتقولهم اليوم؟ أول إشي رضا الله من رضا الوالدين، يعني أنا بحسد كل واحد أبوه أمه، أنا بحسد كل واحد أبوه أمه راضيين عليه، والفضل كمان برجع لرب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أنا بدي أحكي عن شغلتين مهمات، يعني بصراحة مع احترامي لكل الجمهور الموجود وراي وهو أمامي دائما في القيمة، يعني بس هيك بده المخرج، هم يقعدوا ورا وإحنا قدام مش مشكلة. شو رأيك بطلته؟ شو هالطلة يا أبو رياح، اسم الله عقصني الريحان. اليوم لابس عدنان من أزياء مشالح، نزار مشالح في دالية الكرم، الموجه له تحية كتير كبيرة وشكرا أكيد على الملابس الحلوة. أول مرة اليوم بقبل الحلقات بشوف عدنان زي المكوك، المكوك بتعرف الخياط، في المكوك اللي بالماكنة بكون رايح جاي، هذا بقعدش فكرت مكوك فضاء. إيه جايك لهذا، جايك. لا المكوك تبع الخياط هذا اللي بقعدش بضل رايح جاي بدرز الدرزات يعني. قلت لك مالك يا عدنان، قال لي طبقة واطية تدربنا وجيت لقيت طبقة عالية، بعدين وقالوا لي، قلت له أنت لا قالوا لك ولا قلت لهم، بعد 10 دقايق تطلع على المسرح بتنسى اللي قالوا لك وبتنسى اللي قلت لهم، وبتغني الأغنية زي ما بغنيها دائما عدنان. أنا بسمع الأغاني أنت والثلاثة اللي سبقوك، عم بسمعكم أنتوا اللي بتغنوا مش عم بتقلدوا أصحاب الأغاني، وهذا الحكي مهم جدا من الروح. ملاحظة ثانية وأخيرة باختصار، أنت تجيد التنفس خلال الغناء، وبتجيد يعني بتسحل ما بين الكلمات وبتاخذ النفس الصح عشان ما تنضغطش في الأغنية. باختصار أنت بتغني زي ما أبوي بيمشي بالشتاء بين النقطة والنقطة وبنبلش. شكرا استاذ حسام. دكتور غاوي، انا اصابني الرعب لما المايسترو حسام دق هاي الاكوردات الاولى، فكرت حالي انا في يعني تصوير هيك فايتين على شيء يعني بخوف اكشن، بس طبيعه الحال فيما بعد اسعدني في انه مش هذا هو هدفه كان. وليش الطبقة واطية؟ بالعكس تمام، اصلا هي الغنوية على السي مينور مش على الضو، اصلا اوطى بنص درجة، ولذلك حتى انا كنت خايف انك تغنيها زي ما انت غنيتها هسه هون على الضو مينور، وخاصة لما عنده افتراءنا بتوصل لنغمة الميل جواب، انا كنت مي بيمول جواب، انا كنت خايف انك ما تصلاش، بس انت وصلتها، وانا متأكد انه لو ارتفعت كمان على الري مينور راح توصل للري كمان، راح توصل الفا بدون اي مشاكل. لذلك انا بتصور انه بهاي الشيء انت ما بتخوف زي الاكوردات اللي دق المايسترو حسام، وبالتالي انا مش مخفتش، انما انا بقدر اقول لك على انه ارتعبت جدا من صوتك الجميل.
شكرا دكتور. ست امل، والد منى الموسى كان بيده مسبحه، والد عدنان كان بيده مسبحه، ايقاع وقع طبات المسبحه بتبدد التوتر والقلق، وكما يبدو اعطى اذن موسيقيه للاولاد. عدنان الجميل فيك كثير اشياء جميله عندك، بس من تقريبا من بدايه البرنامج حافظت على مستوى غنائي عالي، تتصرف بالغناء كثير حلو، المواقع الخطرة بتمرقها بسلاسة، تنتقل من مقام لمقام بسلاسة حلوة. الجميل فيك انك بتغمض عينيك وبتكون مع نفسك، لكن ما بتفقد العلاقة العاطفية مع الجمهور، عاطفتك بتوصلنا كل الوقت. هاي أغنية حديثة مودرن، توزيعها وطبعها العام غربي، وتصرفت فيها كأنك ملكها وكأنها من النمط اللي انت عادة متعودة تغني. بتمنى لك كل الحب وكل النجاح، وانك تسعد جمهورك واهلك. شكرا شكرا. واجا الوقت لنشوف علامته لعدنان. كمان مرة 45 يا عدنان من 45. شكرا 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 لكم. شكرا. بدنا كمان تجيب ال 55 على كاميرتك، اطلب التصويت. اول اشي يعني يمكن اطول عليك شوي، بس بدي اشكر اول اشي لجنة الحكم الست الحنونة والاستاذ البروفيسور غاوي، والله يعمر بيت اهلك. الحلقة اللي فاتت قلت لي الله يخرب بيت اهلك. ايه قلت لي الله يخرب بيت اهلك. انا بقول لك الله يعمر بيتك. يخرب بيتك. عارف ليه؟ لانك انت كنت بدك تخرب بيتك. لا ما قلت لحالي وبغني وفيش حدا حوالي، كل هالجمهور المحبين اللي حواليك بتقول بغني لحالي. الحمد لله رب العالمين. بدي اشكر كمان القائمين على هذا البرنامج، الاخوه حمام، وبدي اشكر كمان الفرقه الموسيقيه، وبالذات الكورال اللي هن مش معنا من هون بس ما حدا ذكرهن يعني، وهن كمان بغنوا كمان صوتهم حلوه. بدي اوجه تحيه لعمي اللي هداني هاي الغناية، عمي عصام خطيب، وانا بهديها مني، وبدي اهديها هاي الغناية مني لاخوي اللي هو متغرب في بلاد برا، الله يسهل عليه. بتمنى تصوتوا لي. شكرا لك عدنان خطيب. شكرا يا عدنان. شكرا. سمعنا أربعة متسابقين وبقي عنا ثلاثة، رح نسمعهن ونشوفهن، بس كل هاد بعد الفاصل.